بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احتفلت الكنيسه النهارده بسبت العذر، وخصصت الكنيسه المقدسه هذا اليوم بالذات، السبت اللي هو بيلي جمعه ختام الصوم، الجمعه الاخيره في الصوم واللي بيسبق احد الزعف، لاقامه الرب يسوع المسيح لحبيبه لعازر من الاموات. وبعد كده بعد الاحتفال بأحد النصرة والدخول أورشليم بيبتدي بقى أسبوع الألام، وتحتفل الكنيسة بهذا الأسبوع المقدس. العازر كان من قرية صغيرة جنب أورشليم، متاخمة لأورشليم، اسمها بيتعانيا. إخواته مريم ومرثا، وذكر الكتاب أحاديث كثيرة ليهم في أكثر من مرة، لكن الحقيقة لم يدون لنا الكتاب المقدس أي حديث للعازر مع الرب أو مع غيره. حتى يبدو أنه هو كان بينتمي إلى مدرسة الهدوء والصمت والصلاة زي القديس يوسف النجار. انفرد القديس يوحنا الحبيب صاحب الإنجيل بذكر هذه القصة، وكان الرب يسوع المسيح بيحب عائلة العازر، وكان يقضي معاهم أوقات هادئة، وفي أحاديث حلوة طيبة جميلة بينه وبينهم. ولما اقتربت ساعة الساعة اللي بيسلم يسوع فيها ذاته لأجل خلاص العالم، حب يعني يظهر للعالم لاهوته، يثبت لاهوته وقوته، وأن هو المسيح المنتظر، وهو الإله الواهب الحياة، له سلطان الحياة وسلطان الموت، فأحيا هذا الميت. بدأت القصة برسالة وصلت إلى الرب يسوع المسيح، هو ذا الذي تحبه مريض، ويقصد بتحبه أنه لعازر. تلغراف، تكست مسج جت بسرعة كده للسيد المسيح الذي تحبه مريض، ليس فيها طلبات وليس فيها توسلات، ولكنها رسالة أيقظت في قلب السيد المسيح محبته القوية لهذه الأسرة ولشخص العازر الحبيب. وده بيرجع لأن الأختين مريم ومرثا كانوا فاهمين كويس جدا رسالة الرب يسوع المسيح، أن هو خدمته من أجل إعلان ملكوت الله أكتر من أي حاجة تانية. صحيح مريم دي هي اللي دهنت الرب بالطيب ومسحت رجليه بشعرها وجلست عند قدميه تستمع إلى أقواله، وكانت مرثا بتخدم، لكن كل هذه العلاقة الوثيقة الطيبة لم تتعدى حدود أنهم يخبروا المسيح بالمرض فقط. لكن الرب يسوع المسيح يعلم كل شيء، الرسالة جات له، لكنه هو فيما بعد مهتمش أن هو يروح يشوفه هو مريض، واستنى لما انتقل. وبعد كده قال لتلاميذه: لعازر حبيبنا قد نام. سمح الرب ان هو الموت ينال من لعازر. وبعدين احنا عشان نستفاد نقول له: يا رب ليه سمحت، ليه سمحت بكده، وليه ما قلتش ان هو مات، ليه بتقول نام؟ حقيقة رب المجد يسوع كان كثيرا ما يقصد هذا التعبير، ما يقولش مات لكن يقول نام. حتى الصبية اللي أقامها من الموت برضو لما كان داخل لها، فبيقول لقى ناس بتعيط وتبكي وتندب، قال لهم إيه؟ لا تبكوا، لم تموت لكنها إيه؟ نائمة. نفس التعبير، خدوا بالكم. فكان يدعو المسيح، كان يدعو الموت نوما، أولا عشان يقلل من شأنه، ثانيا عشان يثبت أنه قادر أن يعيد الحياة مرة أخرى. فهذا الذي ذاق الموت ومات، المسيح بيعتبره أنه مجرد نايم وهيصحى، لأنه كان هيصحى، لأنه صحي فعلا بعد كده. وعشان كمان يخفف الحزن على أهل هذا الميت، كمل المسيح كلامه مع الرسل وقال لهم: لعازر حبيبنا قد نام، وبعد لكني أذهب لأوقظه.
طب يا رب المجد ليك، انت لم تزره وهو مريض، انتظرت حتى مات ووصل القبر، ولما وصلت له كان له 4 أيام في القبر. واخدين بالكم؟ كان الرب يسوع يعلم بموت لعازر كإله، يعني كان يعلم مسبقا ان لعازر هينال منه الموت، لكن رأى رب المجد يسوع ان عدم وجوده في البيت بتعني لشفاء لعازر كان خيرا للتلاميذ، عشان يشوفوا الميت وقد قام فيتقوى ايمانهم بشخص المسيح، ويعرفوا ان هو ده المسيا الاتي لاجل خلاص العالم، ويشوفوا المعجزه بعينيهم، معجزه قويه، واحد مات وله 4 أيام وقد انتن وقام من الاموات بقوه الرب يسوع المسيح، ويكون سبب بركه وخلاص وحياه وتوبه وايمان لكثيرين اللي هيحضروا هذه المعجزه. فيثبت السيد المسيح لاهوته وقوته في الايام الاخيره قبل ان يسلم هو نفسه للموت. وهنا برضو بيجي سؤال تاني، ليه 4 أيام؟ ليه المسيح انتظر عليه لحد ما بقاله 4 أيام في القبر؟ اليهود كان عندهم عقيدة كده ان الميت بروحه بتدنها تحوم حواليه 4 أيام قبل ما تنصرف، فممكن ترجع له في اي وقت من الاوقات. فحب السيد المسيح ينفي معتقد اليهود تماما ان هو ممكن الروح ترجع له، فانتظر 4 أيام عشان يثبت لليهود ان خلاص هو مات فعلا وابتدى التحلل في جسده. عشان كده مرثا بتقول للسيد المسيح: يا سيد قد انتن لان له 4 أيام. يعني من الناحية الطبية كل خلية في جسمه ابتدت تتحلل وانقطع الرجاء والأمل، ومفيش أي مجال للعلم أن يعطي تفسيرا أو تبريرا لعودة الحياة لجثة إلا إذا خلقت من جديد. فهنا بقى ننتقل للسؤال بعد كده: هل أقام الرب لعازر ولا خلقه من جديد وأعاده كما كان؟ الجواب ان فعلا ربنا خلقه لكي يقوم بكامل عافيته، وعشان يبرهن لكهنة اليهود وللعالم وللتاريخ انه هو الاله الواهب الحياة. فكانت اقامة لعازر هي خلقة جديدة لانسان جديد قام بقوة جديدة، وهكذا سيفعل الرب معنا ايضا في اليوم الاخير في القيامة لما يهبنا أجسادا نورانية جديدة نعيش بها في الأبدية مع رب المجد يسوع. برضو في سؤال آخر مهم في الموقف ده: ليه المسيح لما أقام لعازر نداه باسمه؟ ده لما أقام ابنة ييروس ما قالهاش باسمها، لما أقام الشاب ابن أرملة نايين برضو ما قالوش باسمه، حتى احنا ما نعرفش اسمهم أسامي الناس دول. لكن اشمعنى العازر لما أقامه صرخ بصوت عظيم؟ ده الكتاب بيشرح موقف جميل قوي إن ربنا صرخ له بصوت عظيم. طب وهو صوت عظيم ولا صوت ضعيف؟ ما هو العازر يعني ده كان ميت هيسمع إزاي؟ هو يبدو الصوت العظيم ده عشان الواقفين كلهم يسمعوا، دي أول حاجة. تاني حاجة نداه باسمه لأنه لو لم يكن المسيح قد نداه باسمه لكان كل الأموات اللي في الوقت ده في القبور دي كلها كلهم كانوا قاموا، لكن المسيح خصه هو بالذات. يعني يمكن ابنة ييروس كانت في البيت لسه ما فيش حد ميت غيرها، والشاب ابن أرملة 2 برضو كان في النعش ما فيش غيره، لكن العازر كان مدفون وسط القبور فناداه باسمه عشان هو بس اللي يقوم وينال قوة القيامة. كان لإقامة لعازر موقف عظيم جدا في المجتمع اليهودي، يقول كثيرين من اليهود الحاضرون في وقت إقامته آمنوا بالمسيح أمام هذه المعجزة المبهرة جبارة تاريخية العظيمة. كثيرون آمنوا بالمسيح، ومن هذا الوقت أيضا كان اليهود ابتدأوا
يتآمروا على قتل العازر لأنه بسببه آمن كثيرون بالسيد المسيح، فابتدوا يتآمروا إن هم يقتلوه هو الآخر. لذلك بنقول إن هذه المعجزة بتفوق كل المعجزات ولا تقارن بأي معجزة أخرى، لأن بسببها كثيرون تحركوا نحو الإيمان بالمسيح. وهو الحقيقة موقعها في هذا اليوم هي ده ترتيب من الكنيسة، يعني إقامة العازر في السنكسار لها يوم تاني غير السبت ده، لكن الكنيسة رتبت أنها تحتفل بهذه المعجزة في هذا اليوم تمهيدا لأسبوع الآلام، لأن المسيح عايزين الكنيسة عايزة تعلن أن المسيح هو إله الموت وهو إله الحياة ويعطي حياة، وهو داخل يسلم ذاته للموت ليس عن استحقاق ولكن لكي يفدينا ويخلصنا. وعشان كده حتى لو أسلم للصلب ومات سيقوم أيضا بقوة القيامة، لأنه هو واهب الحياة لا يمكن أن ينال منه الموت أي نصيب. ختاما بنقول أن السيد المسيح له المجد، هو الطريق هو الحق هو الحياة، وعشان كده قال لمرثا أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. وقال لها قبل كده قال لها إن آمنتي ترين مجد الله، ولما وقف قدام القبر صرخ بصوت عظيم ونادى العازر قال له هلوما خارجا، وهكذا سيسمع كل الأموات صوت ابن الله في القيامة ويقوموا زي العازر. العازر قام والأكفان موضوعة على جسمه والمنديل على رأسه، فأمر الرب يسوع اللي حوله قال لهم حلوه ودعوه يذهب، وهكذا أطلق لعازر من قيود الكفن وقيود الموت ومن سجن القبر عشان يعيش مع المسيح حياة جديدة. وربنا هيقيمنا نحن أيضا يوم الدينونة ونلتقي به على السحاب في المجد. يتبارك الله في الكنيسة، لإلهنا المجد والكرامة إلى الأبد، آمين.